السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض وصفة حلوة قوي، وجبة غدا متكاملة في حلة واحدة بدون لحوم أو فراخ، مشبعة ومغذية وطعمها حلو جدا. ومش بتاخد وقت خالص، وتعالي نسمي الله ونبتدي على طول في وصفتنا. اول حاجه معايا كوبايه ونص من الرز البسماتي المغسول والمنقوع لمده ربع ساعه، هضيف عليه معلقه صغيره من الكمون، البابريكا، الملح، وهقلبهم مع بعض. وفي حل على النار هضيف فيها شويه زيت وهشوح بصلة كبيرة مفرومة ناعم، وهضيف فص ثوم مفروم ياخد تشويحة مع البصل، وهضيف بعد كده فلفل اخضر واحمر متقطعين مكعبات صغيرة، 2 طماطم مبشورين، طبعا الكمية زي ما انتوا عايزين وعلى حسب عدد افراد الاسرة. هضيف بعد كده مكعب مرق الدجاج وفلفل اسمر، وبعد كده هضيف الرز واشوحه كويس الاول. وبعد كده هضيف ذرة صفرا وفاصوليا حمراء تقدروا تضيفوا اي خضار انتوا بتحبوه. وفي الاخر هضيف مقدار الميه المغليه وهسيبه على نار عاليه لحد لما يشرب الميه، وبعدين اهدي النار واسيبه يستوي براحته على نار هاديه. وفي الاخر هضيف بصل اخضر وكزبره خضراء مفرومين، تقليبه وهقدمه على طول في طبق التقديم. شايفين الجمال والحلاوه، والرز مفلفل ما شاء الله. وجبة غدا متكاملة ومشبعة وطعمها حلو جدا. لو عايزة تقدمي جنبها اي حاجة براحتك، بس هو لوحده حلو قوي. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.